دخيل عليكم يا جماعة، كدر الله يا جماعة، خسرنا الذهبات والمرأة والعرباي والبضاعة، أي بكفيها عاد بدك تكسر الشيء. عمل لي بصرك مش شايفك يا أخوي. شو اللي مش شايفني يا أخوي؟ مش شايفك مش دافع، مش مميز بين الشرطي والمتهم؟ شو بدك إياه؟ طيب في واحد ثاني معاه. إيش واحد ثاني؟ طب اطلع 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 انت، لعنة الله عليهم. شو هالعالم هذا؟ بارك بدهم يضربوك بس لا بنسمحهمش يضربوك، لأنه هالساعة المشكلة صارت من ايدينا وإحنا بنحلها. بارك الله فيك، أنت بتحسب إني أنا بكيت سايق كاديلاك وفلتن بريكاته؟ ما هي خلقة عرباي، شفنا الموت لما وصلناها براس الطلعة وهينا بنشوف الموت في نزول. أنا عارف. شو مين الجاني؟ الحاج مازن؟ الله لا يقوم لقومي. شو اللي خلاك تعمل الحملة هاي؟ قسمتي ونصيبي. طيب واحد اختيار زيك، اختيار بسنك، بيقدر يدفش هيك عرباي حتى لو ما كانتش محملة؟ ما بقول لك نصيبي. هم حكوا اثنين انه في معه واحد ثاني مساعد، لما دهس الزلمة هرب. قتل الزلمة وهرب؟ أعوذ بالله. من هو يا حج؟ المصلوب. ما بصير يا عمي، العرباية مخلعة والزلمة مش شغلته هالشغلة، عمره ما ساق عرباية بحياته. يا زلمة والشوس السوك العرباية في التركية، هي طيارة ولا بابور بحر؟ أي ما هو ولد صغير بدفشها. بس عاد احنا ما بكناش منتبهين للنزلة ولا عارفين انه الزلمة موجود هناك. هذا الحكي ما بيقنع جمعة بيك، خصوصا انك هربت وخليته. يعني بدك ياني نحبس ونحط في السجن؟ فكرك يعني؟ ولا بدك ياني نحبس؟ عيب عليك تهرب وتخليه. الله الله، ليش لما الحجة ذيك المرة كيف لك؟ ليش هربت وخليته نحط في السجن؟ ولا انت مش عيب عليك؟ يا جماعة الخير دشرونا من هالحكي الفاضي، دشرونا عاد. ايه ام شريف، عن اذن العم ابو خضر، قوم ارجع على بيتك، هسا الناس بتصير تروح وتيجي وانت قاعد للسهيل. يلا قوموا يلا. يلا يا جماعه توكل على الله يا شريف. معك رخصة من البلدية انك تسوق عرباية يا حاج؟ انا بدفش عرباية ما بسوق عرباية. طيب يا اخي معك رخصة؟ طبعا لا. طبعا ليش لا؟ لانه نص اللي بتشوفهم بسوقوا سيارات معهم مش رخص. بدك اياني انا اللي كل شغلتي على هالعرباية بتوكلها الشهرين زمان اروح اقطع رخصة؟ اي مش محوجي بتحرزش. اما تدعس اولاد الناس محوجي تحرز. ها يا زلمي كيف ادعس ولاده الناس؟ اين باكات حواته ادعسه؟ زلمي كبير في السن والله سطر. طيب تفضل ابصم هون لقرارك الافاده. انا الحاج مازن ابو شريف اشهد انني وقعت هذه الافاده بملء ارادتي واتعهد بالحضور عند الطلب. تفضل ابصم هون. ليش يا مرد حسب حالك معزوم على منزف انت هون؟ اها خذ لك هالبصمه. بس والله ما انا عارف عليش بتبصمني، انا خايف بتبصمني على شيء ثاني. ترى محسوبك في الكراي والكتاب يبعث الله. طيب مع السلامه يا حج، من نادي لك. طيب على كل حال ان شاء الله ما بصير الا الخير. بس العرباي والبضاعه شو صار فيهن؟ لما وصلت كانوا الجماعه كابنين العرباي على الارض ومكسرينها. يلا المركب الغركان يلحقوا بجرك. في المال ولا في العيال يا حج، احمد ربك اللي لحقناك قبل ما يتمادوا فيك الجماعه وزلمته المبطوح على الارض مش عارفينه حي ولا ميت. طيب خاطرك، على كل حال بهونها الله. مع السلامه. بس لا ترجع لنا، بكفي يا حج. Thank you.
الحمد لله على سلامتك يا عم، ومليح اللي الله سبحانه وتعالى قدر ولطف. الله جابها سليمة والحمد لله النية طيبة، والله ما في داعي تغلبوا حالكم. انت زي والدنا يا عم، والله زي والدنا، ومن سوء الحظ انه تعارفنا اجى عن هالطريقة هذه. الصحيح انها وقعتنا مع جماعة طياب. وانت واطيب يا ولدي، تفضلوا استريحوا، تفضلوا. بالي كيف ان شاء الله اليوم احسن؟ لا بخير بخير والحمد لله. وشو رأي الحكيم؟ اي ما هي الكرت قدامكم يا رجل، انا بعرف اقرا واكتب، اقرا لنا اياه وشوف شو فيه. هذا بقول لك كاينين مشتبهين انه في شعر في فكره من الفكرات، وهالكيت بخير، واليوم ان شاء الله رايح اطلع من المستشفى. صحيح معلوم صحيح، الله يبشرك بالخير. تفضل. على كل حال احنا واجبنا انه نهني بسلامتك. يا ميت حياكم الله، ليش شو في بيننا؟ بكف مروتشم يا عمي، انت حقك في ركابنا، واجبنا ان نيجي نهني. الله يكثر خيركم، انا حقي واصل وحق جماعتي واصل، ويا ميت حياكم الله كل ساعه ما جيتوا.